المزيد عن هذا الموضوع نرحب معنا من واشنطن بمايكل جورج حاج، وهو رئيس مجموعة الابتكار الأمريكية للتنمية الدولية والمدير العام السابق للمكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الفاو في شمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك معنا. إذن مشروع الحزام الأخضر مشروع ضخم وطموح جدا، ما الذي أنجز منه حتى الآن؟ أولا يسعدني أن أكون معك أستاذة نادين في هذا البرنامج، وخاصة في هذا اليوم العالمي الذي يلقي الضوء على موضوع أساسي جدا، وهو مكافحة التصحر في العالم. التصحر مشكلة إذا لم يتم التعامل لوقفها عند حدها، ومنع زحف الرمال سوف يؤدي مع حلول العام 2050 إلى نزوح أكثر من 50 مليون إنسان من جنوب الصحراء في أفريقيا إلى باقي إلى شمال أفريقيا أولا، ومنها إلى باقي دول العالم. إذن هي مشكلة فعلية. هنالك أمل بأن نصل إلى الحزام الأخضر الذي قد يفي بالوعود التي وعد المسؤولون أبناء المنطقة بأن يتم إنجازه. المهم حتى الآن أن أكثر من نصف الأموال التي يحتاج إليها تنفيذ هذا المشروع قد رصدت، وذلك بعد العام 2021 من خلال المؤتمر الذي عقده الرئيس الفرنسي ماكرون. متى من المتوقع يتم سداد الأموال الأخرى؟ هنا النقطة الأساسية أستاذة نادين، التمويل ليس هو المشكلة الأكبر أمامنا أو أمام تنفيذ هذا المشروع العملاق، إنما هي القدرة على التنفيذ وصرف الأموال. إذا أخذنا بلد شقيق مثل السودان مثلا، هو معني بصورة مباشرة بهذا المشروع. في ظل الأجواء السائدة في السودان، يعني تغيب القدرة على التحكم في المؤسسات المعنية في تنفيذ هذا المشروع في السودان، وهنالك أمثلة أخرى على طول هذا امتداد هذا المشروع تحول دون القدرة على تنفيذ مشاريع بهذه الضخامة نظرا. ما هي أبرز هذه المعوقات سيد مايكل؟ هذا المشروع يضم أكثر من 20 دولة في منطقة الساحل والصحراء، هل يبدو أن مصالحها متقاطعة أم لكل منها أجندتها الخاصة؟ لكل دولة يعني هنالك قواسم مشتركة عديدة بين كافة الدول، الجميع مستفيد من تنفيذ هذا المشروع، والجميع لديه مصلحة بأن يتم تنفيذ هذا المشروع، إنما القدرة على تنفيذ المشروع أو قدرة كل بلد تختلف عن البلد الآخر من حيث وجود الخبرات، ومن حيث وجود التنظيم الهيكلي لتطبيق هذه المشاريع والاستفادة من التمويل الموجود حتى الآن لتنفيذ هذا المشروع. أيضا هناك ربما تحديات أمنية في عدد كبير من الدول، والسنغال يعد استثناء في هذا الإطار، وأيضا خطى خطوات مهمة في مجال هذا المشروع والاستفادة منه وتكريسه، فقد غرس السنغاليون نحو 200 مليون شجرة سنويا في الأعوام الماضية. برأيك لماذا السنغال تحديدا، وكيف يمكن للدول الأخرى أن تستفيد من تجربته وأن تحثو حثوه؟ يعني السنغال ينعم بحيز جيد من الحوكمة الجيدة، وخاصة فيما يتعلق في هذا الميدان. إنما أستاذ نادين لقد أشرت على عامل مهم جدا، هو الربط بين الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الفقر الصعب في بعض هذه الدول وقدرتها على التنفيذ أو تنفيذ التزاماتها بالنسبة لهذا المشروع. أنا أود أيضا أن أقول بأن عدم تنفيذ هذا المشروع سوف ينم عنه المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أيضا، إذا لم يجد المواطنون العدد الكبير من هؤلاء المواطنين الذين
يعني يكسبون عيشهم من جراء تربية الماشية أو الاقتصاديات الزراعية الصغيرة الأخرى، والتي شأنها أن تتضرر أكثر فأكثر مع زحف الرمال وامتداد نعم، الصحراء. والموعد النهائي للانتهاء من تنفيذ مختلف مراحل هذا المشروع حددت في نهاية عام 2030 وفقا للمعطيات الراهنة، هل ما يزال بالإمكان احترام هذا الأجل باعتقادك؟ يعني أنا أدعو إلى الالتزام في التنفيذ والقيام بكل ما هو ممكن القيام به قبل فوات الأوان. لو حققنا 70% من هذا المشروع بحلول عام 2030 سيكون شيء جيد، لو حققنا 100% من أهدافه سيكون شيء ممتاز. الهدف هنا هو ليس جعل الجيد عدو الممتاز، إنما هو العمل من أجل تحسين الوضع الإيكولوجي في هذه المنطقة بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكن. قبل قليل تحدثنا عن التمويل، الأموال المخصصة لهذا المشروع كيف تدار؟ نعم. من يشرف عليها؟ خاصة أن هناك العديد من الشكاوى بسبب التأخر في التمويل أو يعني النقص في التمويل، خاصة من قبل الداعمين الرئيسيين لهذا المشروع في مقدمهم الاتحاد الأوروبي. يعني هذا الموضوع موضوع جوهري طبعا، والمهم أن نعرف تفاصيله بشكل مبسط يسمح للمشاهد أن يتابع بسهولة هذا الأمر. هنالك صناديق عدة تحصل على تبرعات أو إيداعات من جهات مانحة بهدف أن تمول المشاريع في الدول المشاركة في هذا المشروع الكبير. نعم، لكل من هذه المؤسسات شروطها وآلياتها، ويصعب بعض الأحيان على الدول النامية أن تتوفر لديها القدرات البشرية ذات الخبرة في التعامل ومحاكاة هذه المتطلبات الإدارية لكل من هذه المؤسسات. أشكرك جزيل هل الشكر. من واشنطن مايكل جورج حاج، رئيس مجموعة الابتكار الأمريكية للتنمية الدولية والمدير العام السابق للمكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الفاو في شمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك.